بسم الله الحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله وعظم سلطانه. قلنا الألعوبة دي أو اللعبة شيقة بالنسبة لكم، موغلكم مع قهركم، لأنكم يعني ماكمش عندكم السلطة اليوم كاملة كما كانت عند بورقيبة. الله لا يبارك ولا يبارك في البورقيبيين عموما، ولا بن علي ولا الثالث الاثنين. على كل حال انتم ما عندكمش السلطه اللي كنتم تحلموا بها، مش تبقى لكم لا بقات لبورقيبه ولا بن علي ولا السبسي، ما بقاتش. اذا انتم في احزان باش تخفوا من وطأة الاحزان، تطلقوا اللسان باش تهديوا، حطوا في بالكم تهديوا كان الروح. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها، وبعد قليل حين ينزل الغبار ستعلمون أن كنتم على فرس أو حمار، وأنتم أشهم من الحمر المستنفرة من قسورة. نحن القسورة، نحن الأسامة، نحن الأسود، نحن أهل الحق، نحن اللي نلعن إنسان عموما تلحقه اللعنة. وإذا كان أي واحد هم بإذائنا يعلم أن الله سيبتل ما يبتغيه، ونحن نخرج إما بطريق الشهادة، وخير الشهداء نحن، وعلى خطى الأنبياء عليهم السلام جميعا، وأن دمنا ندوم أعزاء منصورين من طرف الناصر سبحانه وتعالى. والسلام على أهل السلام.